زود ما في، والدعم وقف من 3 شهور. والمكاري؟ والمكاري أكلت هواء، لا في راعي عم نتخانح حول الراكب، الراكب عم ناخذ منه 200 ورع عم نتخانح وياه. والخبز غلوا علينا وما زود قليل، ما في ما زود يعني. واللهم صل على النبي. يعني شو بدي اقول لك ما بعرف، حالي بالمرة عدم. والعالم رجعت على المكاري، رجعت على الطنابر، ورجعت على البسكيتات، وما زود ما في. ايه يا اخي الكريم، يعني نحن هلا واقفين على الدور هون لنستنى دورنا، ما زود ما بنلاقي. واذا لقينا ب 1500 وما فوق اللتر. وهذا المواطن بده يروح لشغله ويجي من شغله، وما هو لا هو عم يوفي معه ولا نحن عم نتوفي معنا. والله يفرج، يعني كنا من قبل يعطونا الدعم، وقفونا الدعم هلا، وشوفت عينك حالي يرسلها. يعني شباب القوطة الشرقية وكل الناس اللي قاعدين فيها كلياتهم أخي متضايقين من ضيقة كتير كبيرة قوية، من غلاءة المحروقات وغلاءة الأسعار، والسيارات كلها وقفت، والعالم ماشي على البسكليتات وعلى الحمير وعلى البغال، وما ضل عنا حيلة إلا يعني إلا ما يبعث رب العالمين. المحروقات كتير غالية. ها هو الموسم الصيفي يعني بلش يجي، وبلشت المحروقات تغلى، وبلش الفلاح يتضايق من صيت القمح وصيت الفول وصيت البازاليا وصيت الخضرة. الخضرة كلها غلت بالأسواق، ولعدنا وجدنا ولا لتر مزوت. القمح لا ينضرب والفول لا ينضرب. وحتى إذا بدنا نحرط مشان موسم الصيفي نزرع، الحراط بكلف الدلم شي 25-30 ألف حراط. صرنا نضطر يا نعزق على رجلينا يا نحرط على المواشي. فنتمنى انه يتوفر المازوت والبنزين حتى يتغير الحال احسن. حتى المواصلات كان في سيارات شغاله بالطرقات كلها وقفت، هلا صفت قدام الابواب. وحتى الخبز كمان، كان الخبز بسعر يعني مقبول، صارت الربطه هلا صار واحد يشتغل كل النهار ما يامن ربط الخبز من غلاوه المحروقات. والسلام.